إدارة فنية جيدة لهذه المباراة. كابتن سمير، خليني أكلمك على المباراة يعني، ورأيك ورؤيتك لهذه المباراة والفوز الكبير على نادي تليفونات بنسويف في كأس مصر. لا، مبروك النادي الاهلي، اداء جيد الشوط الاول الحقيقه، يمكن خلص المباراه بدري بدري، يمكن خلص المباراه 3-0، وطبعا المباراه كانت من جانب واحد بحكم طبعا النادي الاهلي هو الاحسن من الناحيه البدنيه والفنيه وخبرات لعيبه النادي الاهلي، حسمت اللقاء وخلصته بدري بدري زي ما قلنا. انما طبعا يعني في لعيبه زي ما الكابتن احمد ايوب قال، في مكاسب النهارده، في مكاسب النهارده، اكتسبنا عماد متعب، شفنا حمودي بعد ما ضيع ضربتين جزاء لكن اداؤه مقنع جدا بعض الفترات، شفنا هشام محمد بيأدي اداء شكل جمالي وفني وبيقطع الكوره كويس جدا وبينتشر وبيسلم ويستلم بشكل كويس مع السوليه في نص الملعب. شفنا المكسب الاساسي النهارده كابتن ربيع وكابتن شريف معايا، ان احمد حمدي، احمد حمدي ده من ابناء النادي الاهلي ومن ناشئين النادي الاهلي، مواليد صحيح. 97 او 98، فده مكسب كبير جدا النهارده. كابتن احمد ايوب قدر يكتشف موهبه جديده اسمها احمد حمدي، هي من زمان لكن النهارده بياكد نفسه ان هو لما جاله عقد احتراف في اودونيزي، كابتن حسام اقنع الناس كلها واقنعنا هنا ان انا محتاجه وممكن استفيد منه الفتره اللي جايه. فطبعا مباراه حلوه، 5-0، مباراة كويسة جدا. كل الفرق كسبت 1-0 بصعوبة، المصري كسب 3، المقاولين كسب 3، لكن النادي الأهلي النهاردة بيكسب 5 وبيأكد إن هو بطل الكاس عن جدارة، وهو كان المفروض الأحسن في المباراة. وشفنا بعض اللاعبين طبعا كانوا مميزين جدا زي أحمد حمدي، شفنا الهدف النهاردة أهو كان صناعة عماد متعب، يعني رؤية من عماد متعب وشكله فت وفايق وعايز يلعب، يعني برضه استلام من احمد حمدي وشاطها بالشمال، يعني عايز اقول لك روعه في الدقيقه طبعا 52. مجمل المباراه النادي الاهلي كان الاحسن طبعا بحكم فرقه تليفونات بني سويف النهارده لعبوا دفاع متاخر، النادي الاهلي قابلهم من البدايه وابتدى هو يسجل، دي طبعا ضربه الجزاء لوليد ازارو، ضربة صحيحة، ضربة جزاء مليون في المية مش 100%، يمكن النادي الأهلي اتحسب له 3 ضربات جزاء، هدفين، 2 لحمودي ضيعهم وواحدة لمتعب أحرزها هدف، يعني طبعا حمودي بنقول له هارد لك، ضربة الجزاء بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق، إنما أنت يعني الشكل العام وأدائك في الملعب مش وحش، لا كويس وبتحرك محتاجين بس منه كتير يا كابتن سمير، لان حمودي من اللعيبه اللي يعني النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وكابتن حسام والجمهور يعني حابب انه يشوفوه دايما، بس بنقول انه لعيب مهاري يعني، بالاضافه طبعا لمؤمن، يعني هو استكمالا للخط ده ومن اللعيبه المميزه، فعايزين نشوفه يبقى في افضل حالاته يعني. هو حالته كويسه ولما لعب مباراه الوداد كان كويس، انما لو انت هقيم حمودي، لا حمودي مكسب للنادي الاهلي، انما يعني مش هقيمه بضياع ضربتين خالص. جزاء لا يعني. انا مش بتكلم على كده احنا خالص، بنقول يعني عظماء كره القدم ضياع ضربات جزاء، فهي توفيق وعدم توفيق، انما اداؤه الفني في المباراه كان جيد جدا، وهو من مستقبل النادي الاهلي او من بعض اللاعبين اللي هم تقدر تعتمد عليهم في الفتره اللي جايه. اكيد. طب خلينا نروح بس سريعا برضو لزميلي كريم احمد ومعاه لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي.